انا من هنا الحاجه اللي نحب نقول انه الساتليت هذا هو معناتها في 100% من الخبرات التونسيه، تعدى بنجاح معناتها جميع الاختبارات لتيست فيبراتوار لتيست تيرميك لتيست انفيرونمونتو، وهذا كله حاجه باهيه والحمد لله توا نراو في النتيجه نتاع العمل نتاعنا، وهذا شرف المهندسي شركه تلنات، شرف لتونس. Simplement dire que c'est un très grand jour pour Telnet. C'est aussi un très grand jour pour la Tunisie, puisque grâce à Telnet et à son nano-satellite, la Tunisie sera arrimée à l'espace. Et ça, c'est une vraie fierté à la fois pour Telnet et pour l'ensemble de la Tunisie. سعيد جدا بتواجدي اليوم في بايكانور، أين سيقع إطلاق القمر الصناعي التونسي إن شاء الله يوم السبت 20 مارس. 20 مارس يتزامن مع عيد الاستقلال في تونس، وهالحدث التاريخي هذايا حبيت نحييه من بايكانور من القاعدة هذه، حبيت نحييه وحبيت نأكد على أن هذا الحدث هو في الحقيقة معناها إنجاز تونسي هام، لكن إنجاز الشباب التونسي. نضال ورفلي عضو مجلس الإدارة لشركة تلنات، احنا اليوم في يوم تاريخي في المحطة الفضائية في بايكونور، ورانا الصاروخ الناقل للقمر الصناعي التونسي تحدي واحد اللي تم إنجازه بفريق تونسي بالشباب التونسي، وبش يتم إطلاقه في يوم تاريخي تونسي. أنا اليوم فرحان بتواجدي هوني في بايكونور، حيث توا قاعدين يحضروا في اللانسور اللي ماشي يهز الساتليت نتاع تلنات تشالنج 1 امام الفيزي سويوز اللي توا جاهزه حاضره لاطلاق الساتليت تلنات اللي عملته تلنات، ساتليت تونسي، صنع تونسي، فكر تونسي، وهنا جاهزين وحاضرين ان شاء الله بالتوفيق.